قلنا هذا وقال بعد. صلى الله عليه وسلم: الزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، نعم. والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا. نعم. هذا الحديث أخرجه أيضا طبراني في الأوسط، طيب، وفيه حسين بن الحسن الأشقر. وحسين بن الحسن الأشقر هذا منكر الحديث، متروك، متهم هذا الرجل. وفيه كذلك ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف في حفظه، فلا يستدل بمثل هذا الحديث. حديث ضعيف جدا هذا الحديث أيضا. نعم.